خليني أرجع لكلمة فخامة الرئيس أو لزيارة السيد الرئيس تحديدا للهند، اللي أكد أنه المباحثات مع رئيس وزراء الهند كانت بتتناول التعاون في مجال الدفاع، ودي حاجة مهمة جدا 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 جدا، وأشار إلى أنه ده خير برهان على الإرادة المشتركة لتدشين علاقة استراتيجية ما بين البلدين. البلاد يا جماعة لما بتبني مع بعض شراكات على مستويات الدفاع والصناعات العسكرية، اعرف ان العلاقة اللي ما بينهم شديدة التطور، شديدة التطور. كويس؟ ليه؟ لانه ده معناه انه حجم الثقة المتبادلة ما بين البلدين هي في اعلى مستوياتها، وعليه تحصل التعاونات على مستويات الدفاع والصناعات العسكرية. إذن ما يأتي بعدها يصبح سهل، لأنه الثقة واسعة عالية، هي أعلى مستوى ممكن، بلاد بتصنع مع بعض صناعات عسكرية، فاضل أكتر من كده إيه؟ غير كده بتبقى بقى استثمارات وصناعات مدنية، خلاويص، دي بتبقى سهلة، دي بقى لو إحنا بنسهل كدول، أي دولة في الدنيا شغلتها إنها تبقى إيه؟ الريجيوليتر، تنظم العمل، فهنبقى بنسهل وننظم العمل ما بين رؤوس الأموال وما بين المستثمرين ورجال الأعمال وما إلى ذلك. أرجع وأقول لك، ما بني ما بين مصر والهند بالأساس كان أساس شديد القوة. خلونا ناخد معانا على التليفون سيادة السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بحضرتك سيادة السفير. أهلا أستاذ يوسف. سيادة السفير الحمد لله يا فندم، كنت بتكلم على أنه إحنا عندنا أصلا علاقة شديدة المتانة ما بيننا وما بين الهند، بداية من إعلان الدولة الهندية ذهابا إلى كان زمان الثلاثي العظيم والكبير ناصر ونهرو وتيتو، ثم استمرنا في علاقات طويلة مع الهند دون أن يكون ما بيننا تباينات في القضايا الكبرى، بل بالعكس دائما ما كانت حتى وجهات النظر في القضايا الكبرى تكاد تكون فيها التطابق. أما هذه الزيارة وكأنها تأتي تتويج لأساس عظيم، إلا أنه نحن نحتاج تحليل لهذه الزيارة من معالي السفير. يعني أعتقد أستاذ يوسف من متابعة وقائع المؤتمر الصحفي المشترك صباح اليوم في العاصمة الهندية نيودلهي بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، المرء بيشعر بارتياح ورضا كبير للمستوى الذي بلغته العلاقات المصرية الهندية خلال السنوات القليلة الماضية. اليوم في المؤتمر الصحفي رئيس وزراء الهند قال أنه تم الاتفاق مع السيد الرئيس على تصعيد هذه العلاقات إلى مرحلة أكبر وأرحب، وصفها بالشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند، ودوت العنوان الجديد للعلاقات المصرية الهندية في عالم متغير، وبيعكس إدراك القيادتين السياسيتين المصرية والهندية لأهمية، ليس فقط لأهمية وإنما لضرورات التعاون الشامل بين الدولتين في مختلف المجالات. المجالات التعاون التقليدية، وعندما أقول مجالات التعاون التقليدية أشير إلى ما درجنا على تسميته التعاون الاقتصادي وزيادة معدلات التبادل التجاري، إلى آفاق أرحب بكثير وتتعلق بالمستقبل، ألا وهي تكنولوجيا المعلومات، التعاون في مجال الفضاء، التعاون في مجال الأمن السيبراني، التعاون العلمي، والتعاون في تكنولوجيا المعلومات. الهند خلال 7 سنوات القادمة بحلول عام 2030 الخبراء في العالم بيرشحوها
ان هي تحتل المرتبه الثالثه كقوه اقتصاديه عالميه. ده من جانب. من جانب تاني، السيد الرئيس استعرض في كلمته امام المؤتمر الصحفي، استعرض العديد من المجالات التعاون اللي استوقفني فيها التعاون في مجال الدفاع، المجال العسكري، والأهم من ذلك التعاون في مجال التصنيع العسكري. أيوة، يعني ده استوقفني إشارة السيد الرئيس لهذا الموضوع. واسمح لي يا أستاذ يوسف، بما أن احنا بنتكلم على التصنيع العسكري، يعني استدعي من ذاكرتي الشخصية الطائرة النفاثة اللي كانت بتحلق في سماء القاهرة وسماء الأسكندرية في الستينيات، وهي كانت صناعة مصرية هندية، واللي يدعونا للفخر والاعتزاز ان المحرك النفاث بتاع الطيارة النفاثة كان صناعة مصرية. مظبوط. فحديث السيد الرئيس اليوم عن ان التعاون المستقبلي بين مصر والهند هيشمل التصنيع العسكري، ده حضرتك يعني مبحث للارتياح الكبير. احتاج المزيد من الايضاح في النقطه دي، او بالادق تفسير للارتياح الكبير على حد قول معالي السفير. حضرتك يعني قوه الدول بتقاس بامرين. الامر الاول قوه اقتصادها، والامر الثاني قدرتها على توفير حاجتها من السلاح للدفاع عن سيادتها وعن وحدتها الترابية دون الاعتماد على الخارج بصورة كبيرة. إذا أي دولة امتلكت هذه القدرات تستطيع أن تدافع عن حقوقها وعن مصالحها، ويكون لها دور مؤثر، ويكون لديها الردع، قوة الردع. لا ليس من الضروري أن تستخدم قواتك، إنما من الأهمية بمكان أن خصومك يشعرون أنك عندك القدرة ولديك الاقتصاد القوي لتردع أي محاولة لتهديد استقلالك وسيادتك وسلامة أراضيك. عظيم. ده الموضوع الآخر، بس أحب بقى أتوقف عند عند أمرين. طبعا تفضل. وإحنا بنتحدث عن هذه الزيارة، الأمر الأول السيد الرئيس وجه الدعوة لرئيس وزراء الهند للقيام بزيارة رسمية لمصر، لكن لا يقل أهمية عن هذا أنه الهند بتتولى رئاسة مجموعة الـ20 هذا. صحيح. العام، والهند قررت من قبل زيارة السيد الرئيس إن هي تدعو مصر لتكون حاضرة في القمة المقبلة لقمة الـ20 في الهند في سبتمبر القادم. وبالفعل مصر قامت بتعيين مبعوث شخصي للسيد رئيس الجمهورية للتعامل مع هذا الموضوع وللتواصل مع الدبلوماسية الهندية في التحضير لهذه القمة الهامة. الموضوع الآخر التعاون بين دول الجنوب، اللي هو احنا بنسميه حضرتك تعاون الجنوب، وكما تكرم واشار السيد الرئيس، قال ان مباحثات القمه المصريه الهنديه تطرقت الى تداعيات الحرب الاوكرانيه على الدول الناميه، امنها الغذائي، اسعار الطاقه، امن الطاقه. فالتنسيق والتعاون بين مصر والهند في التعامل مع المشاكل والمسائل الدولية، ده حضرتك في غاية الأهمية. أخيرا وليس بآخر، دعوة السيد الرئيس ليكون ضيف شرف الهند في الاحتفال بيوم الجمهورية، اللي هو حضرتك بيقصده بيه، حضرتك كما تعلم في احتفالين وطنيين في الهند،
الاحتفال بالاستقلال ودوت حضرتك 15 سبتمبر من كل عام اللي هو تاريخ انفصال الهند وانفصال باكستان، ثم العيد الحالي ده اللي هو حضرتك تاريخ صدور أول دستور ديمقراطي في عام 1950 بعد 3 أعوام من الاستقلال في استقلال الهند. إن الهند تدعو السيد الرئيس رئيس جمهورية مصر العربية لحضور، يبقى ضيف شرف لحضور هذا الاحتفال، ده إن دل على شيء يدل على رهان الهند على الدور المصري وعلى التأثير المصري وعلى إن علاقات الهند بمصر تكون علاقات قوية، لأن دوت هيبقى إضافة قوية لكل من الدبلوماسية الهندية والدبلوماسية المصرية. طيب معالي السفير، المهم الآن بقى أستاذ يوسف، اتفضل يا فندم، إن كل ما اتفق عليه في هذه القمة إن الأجهزة المعنية تقوم بتنفيذه ومتابعته، وخصوصا في المجال اللي بتضعنا على طريق اقتحام المستقبل، التكنولوجيا المعلومات، الأمن السيبراني، التصنيع الحربي، صح، كل هذه الأمور حضرتك يجب متابعتها ويجب البناء عليها بسرعة. طب أنا عايز أرجع تاني أتوقف عند النقطة اللي حضرتك توقفت عندها، وكانت متعلقة بدعوة الهند لمصر لحضور قمة الـ20 كضيف رئيسي في هذه القمة. ده معناه إيه يا فندم؟ أو دلالاته إيه؟ حضرتك جرى العرف في حضرتك طبعا، يعني طبعا مجموعة الـ20 دي بتضم أكبر اقتصادات في العالم، صحيح، سواء في العالم الغربي أو في الدول الاقتصادات الناشئة أو الاقتصادات البازرة. فالعام الماضي كانت أندونيسيا حضرتك هي تولت رئاسة مجموعة الـ20 وسلمت الرئاسة في بالي في نوفمبر الماضي إلى الهند. الهند وطبعا مصر حكومة وشعبا يعني بتقدر كثيرا هذه اللفتة وهذه الدعوة من جانب الهند، دعت مصر ممثلة في شخص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور هذه القمة. ايه أهمية هذا؟ ان حضرتك اولا مصر هتبقى على مائدة المفاوضات، على مائدة المباحثات اللي هتدور بين قادة العالم، قادة الدول الأكثر تقدما في العالم في سبتمبر المقبل في الهند حول قمة الـ20. هي ليس فقط بتتناول الأوضاع الاقتصادية الدولية، وإنما بتتناول كذلك الأوضاع السياسية على مستوى العالم. فمصر هتكون حاضرة في هذه القمة، هتكون حاضرة في هذه المداولات وهذه المناقشات، وحتتحدث عن وجهة نظر، ليس فقط وجهة النظر المصرية، وإنما وجهة النظر العربية، وجهة النظر الأفريقية، وجهة نظر الدول النامية قاطبة حول تأثيرات وتداعيات الصراع والتنافس الدولي ممثلا في الحرب الأوكرانية على الأمن والاستقرار في الدول النامية، وإنه هذه التحديات بتفرض مسؤوليات محددة على القوى الكبرى من جانب، وعلى المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية من جانب آخر، في تقديم الدعم اللازم للدول النامية لتكون قادرة على التعامل مع هذه التحديات. بمعنى آخر إنه لا يمكن على ضوء التداعيات السلبية، والبعض يقول قد يصفها بالتداعيات الكارثية على أمن واستقرار مجتمعات الدول النامية من جراء حرب أوكرانيا، أن المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية تتعامل مع الدول النامية وكأن نحن في الإطار الطبيعي للأمور. لا، في تغيرات حصلت،
في تداعيات خطيرة جدا على اقتصاديات الدول النامية ومنها مصر على سبيل المثال، وإن على هذه المؤسسات وعلى هذه القوى الكبرى أن تأخذ كل هذا في الحسبان. ولعل من أهم القضايا المطروحة الآن في هذا السياق هو تخفيف أعباء الديون على الدول النامية، ليس فقط بسبب حضرتك تداعيات الحرب الأوكرانية، وإنما بسبب الرفع المستمر في أسعار الفائدة في من جانب البنوك المركزية سواء البنك الفيدرالي الأمريكي أو البنك المركزي الأوروبي لمحاربة التضخم في بلادهم. طبعا يعني هذه القرارات المتعلقة برفع معدلات الفائدة وإن كانت مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والتضخم معدل التضخم المرتفع في هذه البلاد، لكن هذا بيؤثر تأثير سلبي للغاية لا يقل خطورة عن تداعيات الحرب الأوكرانية على اقتصاديات الدول النامية بما في ذلك مصر. كل هذه الأمور أتوقع أن السيد الرئيس عندما يشارك إن شاء الله في قمة 20 في الهند في سبتمبر القادم هيطرحها على هذه القمة بإذن الله. أنا بشكرك جدا 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 معالي السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق على هذا الطرح وأيضا على هذا التحليل الرائع الحقيقة. طيب.